ازاي، خاصه ان دي اول مباراه في الموسم. يعني النادي الاهلي بيفتتح الموسم بمباراه رسميه، والمباراه ببطوله امام اتحاد العاصمه الجزائري، واكيد مباراه كبيره وفي المملكه العربيه السعوديه. طبعا يا كابتن، المباريات اللي هي البطوله اللي هي من مباراه واحده دي بتبقى لها حسابات خاصه، لازم يبقى في تركيز من اول دقيقه لاخر دقيقه. مهم جدا ان احنا نخلص الماتش ونخلص المباراه بسرعه. مش عايزين نوصل ان احنا نتاخر او نتاخر في ان احنا نتقدم على فريق الاتحاد العاصمه. فمهم جدا ان احنا نشتغل عليهم من بدري بس، ونكون محضرين للمباراه، لان المباراه الواحده دي انت عارف يا كابتن زي مباراه الكؤوس، والمباراه اللي هي بتخلص ممكن ضربات جزاء، ممكن تخلص تعادل. يعني فخلاص انت مستعد من بدري لكل الظروف. من بدري تكون مركزين جدا، التركيز لازم يكون شديد جدا. احنا طبعا راجعين من معسكر النادي الاهلي، معسكر على اعلى مستوى، اعتقد بنسبه كبيره ان شاء الله النادي الاهلي هيخلص المباراه من بدري وهيفرح جمهور النادي الاهلي ان شاء الله. جمهور النادي الاهلي ما شاء الله، جمهور النادي الاهلي يعني مش يعني ما ينفعش بقى نقعد او نناشد جمهور النادي الاهلي. هو يعني اي مباراه في اي مكان بتلاقي تواجد وجود جمهور النادي الاهلي بشكل كبير. شايف جمهور النادي الاهلي ان شاء الله بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى ممكن يكون له دور مهم في المباراه؟ طبعا يا كابتن، النادي الاهلي جمهوره كبير في كل مكان، وان شاء الله الجمهور بيكون داعم كبير جدا للعيبه. يعني دايما بنقول ان الجمهور بيحرك اللعيبه بشكل غير طبيعي. لو اللعيب بيشتغل على نفسه 30% و40% ال 30% 70% الباقي بتبقى من الجمهور، دوافع كتيره جدا بيحطها في اللاعب، بيخلي اللعيب يشتغل على نفسه باعلى درجه، بيوصل ان هو يموت نفسه بحيث ان هو يفرح جمهوره دوت. ودايما ان شاء الله باذن الله جمهور الاهلي يكون سند للعيبه، وربنا يكرمه ان شاء الله ويجيبوا البطوله للنادي الاهلي ويفرحوا المصري.